نيجي في اول حاجه نعملها في رمضان ام في رياكشن لفرقه جديده اسمها ويفي. اس ام مطلعاها بس مش عارف مين اللي مطلعها، يعني هي محطوطه على اس ام يبقى هي اللي عندها، وعاملين لها فرقه عاملاها شانل مخصوص اسمها ويفي برضو على اليوتيوب. المهم انا اول مره اشوف اغنيه ليهم كده، اول مره اشوف اغنيه ليهم عموما يعني تمام. واصلا اس ام كانت حاطه لها قبل كده تيزرز وحاجات زي كده بس انا ما كنتش واخد بالي منهم، فانا اول ما شفت الام في فقلت اتفرج عليه واعمل رياكشن عشان لو طلع حلو نحط الرياكشن، لو ما طلعش حلو هنحط الرياكشن برضه. اوكي يلا بينا. اسم الاغنيه تيك اوف. طيارات وكده 2 4 6 7 هم 7. اوه دخلتها كده ييه. اوه ريسر وكده صح؟ الرابر بتاعهم طبعا انا هكراش هاخده ماي بيز يعني طويل قوي يعني اطول واحد فيهم. ايه ده؟ طبعا اس ام طبعا الدانس بتاعها فشيخ يا جدعان، انا عايز اقول لكم كده من اول والله. ايه ده كلهم جامدين قوي يعني والله. الواد شبه حد بس انا ناسي اسمه دلوقتي. باد بويز قوي يعني. ايه ده ريسينج 89. سبع انا ارجح ان الواد دوت هو الليدر بتاعهم صح؟ يا اما ده تدرس ايه؟ حلوة جدا. الحتة دي جامدة جدا عشان بحب الرقص عموما العنيف ده اللي هو المتقسم على في باور جامد جدا. تيكو استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. يا حبيبي احنا في رمضان والله استغفر الله العظيم. ماشي يلا بس حلوه المناظر بتاعتهم، حلوه الحاجات دي انت فاهمين. ليبل في ويفي اوكي. الفرقه حلوه جدا جدا. انا مش عارف يعني حد يقول لنا يا جدعان ايه ده ايه ده
عرفونا على الفرقة يعني، لو عندكم خلفية فيها عرفونا عليها. دول عاملين ريجولر ام في ايه ده؟ عرفونا يا جدعان، عشان انا حرفيا انا تهت، انا تهت خالص. يا لهوي ماشي، هي الاغنية حلوة، كل حاجة حلوة، جميل جدا. وما تنسوش السبسكرايب والفيديوهين، وانا اروح اتفرج عليهم تاني واعرف هما ايه، لحد ما انتوا تقولوا لنا هما ايه تاني يعني، انتوا فاهمين؟ بس باي.